الإحصائية النارية نتحدث عن رشاشات من النوع الثقيل والتي تستخدم كدفاعات جوية ضد الطائرات المروحية في بعض الأحيان ودفاعات أرضية أيضا وطرق هجومية في المعركة. نرى هذه الهتافات ونرى هؤلاء المقاتلين الذين يعني دخلوا إلى جانب العلم الكردي والعلم السوري، علم الوحدات وعلم الدولة السورية. ربما هذا انطلاقا من هذا المشهد اللي عم تحدث وتصريح. عنه صحيح، هذا المشهد تحديدا العلم الكردي لجانب العلم السوري، لا شك انه هذه الخطوة اليوم لها رسائل في اكثر من اتجاه، طبعا على الصعيد الميداني بداية، لكن أيضا أنت كنت على الأرض علي، لها دلالات ورسائل على الصعيد الاستراتيجي للمرحلة المقبلة. الكردي بالنسبة للكردي تحديدا كيف سيعيد النظر لاحقا في المرحلة المقبلة أمام هذا المشهد؟ هذه بدءا دعيني أنقل هذا الوسائط النارية الهامة، ما يظهر الآن على شاشة الميادين وأيضا من الوسائط النارية الثقيلة التي تستخدم لإسقاط الطائرات وهي من صنف المضادات الأرضية والتي تدخل ضمن الأرتال العسكرية كما ترين. يعني هذا ليس سلاح الـ23، هذا يعتبر من ضمن المضادات الأرضية ضد الطائرات، وبالتالي يعني أيضا نوعية السلاح التي نراها اليوم، لسنا نرى فقط مقاتلين يحملون الأسلحة الخفيفة الرشاشة، نرى دعم أيضا بوسائط نارية مختلفة وضخمة، هذا أيضا مدفع آخر مضاد للطيران كما نرى، وعليه الجندي الذي يعني